الو، ايوه حسن. انت فين يا حسن؟ انا موجود هناك. طب ممكن بعد اذنك اتصل لي بهاجر واتصل بزياد واستعجله. ماشي، يلا حسن، ربنا يخليك. بسرعه حسن، يلا مع السلامه. سلامه حبيبي. الشباب والرياضه. مجبور. عامله ايه؟ عامل ايه؟ انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. تمام؟ بص، عايز اقول لك على حاجه. عشان ما تفتكرش يعني ان انا بوقع ما بينك. انا مكلمه حسن من بدري جدا. وانا هو نازل قبلي، تمام؟ ومع ذلك انا اللي وصلت. نختصر الكلام بس علشان خاطر انتوا عارفين ان انا ما بحبش اضيع وقت. تعالوا بقى دلوقتي، انا عايزكم في موضوع مهم. يا ابني سيب التليفون الفاضي. حاضر يا ريس، بس برد على حاجه بس بسرعه. خلص يا حبيبي، اتفضل سيب التليفون. ماشي. ماشي. المهم يا ابني بص لي. معاك يا ريس اهو. انا جايبكم علشان اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا. ماشي. والموضوع علشان نختصره انا هقسمه لثلاث نقط معينه. هنبدا نتكلم في النقطه الاولى. اولا معلش يا جماعه، ثانيه واحده بس هرد على الرساله دي بسرعه. براحتك على بابجي وعمال. ايوه يا حبيبتي، بصي باختصار علشان خاطر نختصر بس عشان عندي ميتنج دلوقتي. ايه؟ اعملي صينيه المكرونه بالبشاميل، عايزك تحطي عليها صلصه كتير، وخلي البنت منى تجيبي حاجه وتستعجل بسرعه. انتوا عارفين سياستي، انا ما بحبش اضيع وقت. بصوا، فنختصروا الكلام وهنقوله كلمتين في عجاله كده. انا هبدا اتكلم معاكم في النقطة الأولى. أولاً بعد إذنك بس أنا بس أرد على البيت، معلش أنا آسف. بص، أنا عايزة أقول لك على حاجة، بس أوعى تفتكر إن أنا بقعد بينها بعضها. هو على طول كده، شايف؟ يا تليفون يا مسج، تليفون يا مسج، مش كده. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعة فورية. لا معلش، استحمل وقتنا بقى، بلاش ببلاش. ممكن تهدي إيدي؟ أنت بتركبيني على عصبي. أنا مهمة. ممكن تستعجلي؟ يا زيزو يلا يا عم. يا ريس هما في البيت طبخين سبانخ بيضه ومن غير لحمه، وهي اصلا كلمتني قالت لي هاكل سمك وانت جاي عشان ما فيش غير السبانخ، وانا اصلا ما بحبش السبانخ، ونازل من المحفظه ومطبق. زياد سبانخ ايه وكشري ايه يا زياد؟ حرام عليك، ابوس ايدك. ما انا لسه مكلم المدام عندي في البيت. كل اختصرت صينيه مكرونه بالبشاميل والصلصه تزودها. الغدا عندك النهارده يا ريس. طب انا مودع عندك يا ريس. اخرس انت خالص يا ريس، وانت حاطط عليا ليه؟ انا انت ما بتتكلمش، هي بتتكلم، انت ما بتتكلمش. انت قلت يا ريس صح؟ يا ايه؟ انا اللي اتكلم بس يا حسن. بصوا يا جماعه، ما تتكلمش يا حسن. والله ما اتكلمت يا ريس، ولا فتحت بقى يا ريس، وانت يعني حاطتني في دماغك يا ريس. والله انا اللي ساكت، هما الاثنين بيتكلموا يا ريس. طب سيب التليفون. معلش سيب التليفون. انا عايز اسالك سؤال، هو انت مشكلتك ايه يا حسن؟ ان انت يا ماسك التليفون بتتكلم على الواتس، يا بتتكلم على الماسنجر، يا بتتكلم في التليفون، يا بيتكلم في الحمام. بتخش الحمام تقعد لي ساعتين. شغل يا ريس، انا بتكلم في شغل، وانا بعمل ايه يعني؟ وساعات ما بنيجي نشتغل تاخد سجاره وتقعد لي على السلم بره، تقعد تشرب لي السجاره ساعتين. بص يا جماعه، ممكن تهدوا شويه؟ انا ما بحبش اضيع وقت. ابوس ايديكم. والله يا ريس. طيب خلاص، يبقى دلوقتي حضرتك يا حسن. ايه يا ريس؟ ايه التليفون سايلنت. لا معلش، هو السبب. انا مالي؟ افرض مكالمه مهمه بقى، معلش بقى يا ريس بقى. هاجر سايلنت. ما هو يا ريس التليفون سايلنت. اتفضلي. انا اول واحد اهو. خلاص انت مشغلهم؟ خلاص اسكت يا حبيبي، اتفضل. وشايل التليفونين. قال لا. طب ما انت برضه تليفونك بيرن يا ريس، هو مش احنا لوحدينا. دي على الماسنجر، الثانيه كانت على الواتس يا بابا. الماسنجر ما يهمش. وتصحى شويه. روحتي ايه بس؟ انت قديم قوي على فكره، قديم. خلاص يا جماعه، يا جماعه لو سمحتوا. ماشي يا ريس، اتكلم يا ريس. طيب اهدوا بقى شويه، احنا هنبدا. يا زياد حبيبي، انت بتنام يابا؟ طبق من البراعه، كنت قاعد بلعب ببجي عشان الار بي بتاعي كان واطي، فكنت نازل وشيك، فكنت مجبر ان انا ايه يا اخويا؟ الايه؟ الايه؟ خلاص خلاص يا اخويا، ما تتكلمش يا حسن. والله ما اتكلمت يا ريس، وانا فتحت بقى يا ريس. بص لي يا ابني، بص لي، اهدوا بقى شويه. بص، انا هبدا اتكلم في النقطه الاولى. ثانيه واحده بس يا ريس، معلش هرد بس الفويس. مش عارف ايه. يلا يا حسن. حاضر يا ريس، والله شغل يا ريس. مؤاخذه يا ريس. انتوا قاعدين فين؟ طيب يا بنتي، ده على طول انا جنبيك هنا اصلا.
طب خلاص خلاص بقى عشان ما يقعدش يتكلم معايا. الو ايه؟ لا 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 بقول لك ايه، انا اساسا مشكلتي ان انا اساسا يا ستي انا مش عارف اتكلم في الاجتماع كلمتين على بعض. المهم زودت المكرونه على كتير، زودت البشاميل. يا حسن يا حسن الباور بانك لو سمحت. معيش يا ريس. يا شوف هاجر يا عم. فاصل فاصل يا ريس. طب زياد 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 نسيته في البلد. بص يا جماعه طبعا انتوا عارفين نظامي، ما بحبش تضيع وقت. برافو عليكم انتوا عارفين. بصوا يا جماعه هنبدا نتكلم في النقطه الاولى. ماشي، اولا احنا نكمل الاجتماع دوت على الواتس علشان انا عندي حاجه مهمه. انا ممكن اجيبها والله. ايوه يا بنتي الاجتماع مهم قوي ولسه ماشي. يا ابني انا كابتن صلاح والفيس كابتن برونو. Thank you.